أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. سوف نتابع سلسلة التدريب على كتابة رسالة للمستوى الأول A1، وطبعا توجد فيديوهات قديمة عن هذا الموضوع، ففي قائمة التشغيل على الموقع تجدون جميع الفيديوهات التي عملناها من قبل عن هذا الموضوع، وتوجد أيضا عدة نماذج. وسوف نتابع إن شاء الله، يعني اليوم سوف نتحدث أيضا عن موضوع جديد، وفي المرات القادمة أيضا سوف تكون هناك مواضيع أخرى. موضوع اليوم هو إتفاس كاوفن. إتفاس كاوفن يعني أن نشتري شيء. زي مشتن سي دي كاوفن. زي مشتن سي دي كاوفن يعني تريد أن تشتري سي دي. شرايبن زي أين إيميل أن دي فيما. Schreiben Sie eine E-Mail an die Firma. يعني أن نكتب إيميل للشركة، أن نرسل إيميل. Schreiben Sie، ونريد أن نكتب النقاط التالية. أولا، Was kaufen Sie؟ Was kaufen Sie؟ يعني ماذا نريد أن نشتري؟ طبعا نريد أن نشتري هنا CD. Rechnung. Rechnung يعني الفاتورة، يعني نريد أن نسأل عن فاتورة وكيفية دفع الفاتورة. وهنا wie bezahlen يعني كيف ندفع. bezahlen يعني الدفع. فطبعا كما سبق وذكرت في فيديوهات سابقة بأن جميع النقاط المطلوبة هي مهمة، يعني أن لا ننسى نقطة واحدة من هذه النقاط، لأن هذا ممكن أن يتسبب في الرسوب في الامتحان. فكيف نبدأ بالرسالة؟ طبعا أنا هنا جهزت هذه الرسالة، وهذه الرسالة تكون رسمية. طبعا نريد أن نكتب رسالة أو إيميل لشركة، فلذلك تكون رسمية، فنقول sehr geehrte Damen und Herren. sehr geehrte Damen und Herren يعني بما معناه سيداتي وسادتي المحترمين مثلا. وهنا طبعا نقول Damen und Herren لأنني يعني لا يوجد شخص أستطيع أن أرسل له الرسالة مباشرة، يعني لا يوجد اسم شخص في السؤال، لا يوجد اسم شخص. إذا كان هناك اسم شخص فيجب أن نكتب اسم الشخص أيضا هنا، ولكن إذا كانت الرسالة بشكل عام للشركة فنكتب هنا دامن أند هيرن، سيداتي وسادتي. وطبعا هنا فاصلة، نضع فاصلة ونكتب في الأسفل، يعني لا نكتب هنا النص مباشرة بعد الفاصلة، لا، نذهب إلى الأسفل. وهنا Ich möchte eine CD bei Ihnen kaufen. Ich möchte eine CD bei Ihnen kaufen. يعني النقطة الأولى هنا أريد أن أشتري CD. وثم Und möchte wissen. وأود المعرفة. Und möchte wissen. Wissen يعني معرفة. Wie ich die Rechnung bezahlen kann. Wie ich die Rechnung bezahlen kann. وهنا طبعا هذه الجملة بعد الفاصلة هي جاءت جملة جانبية، وفي الجمل الجانبية يأتي الفعل في النهاية، فلذلك قلت Wie ich die Rechnung bezahlen kann يعني كيف أستطيع دفع الفاتورة. فهكذا يعني في الجمل الجانبية يأتي الفعل في النهاية. Soll ich das Geld auf Ihr Bankkonto überweisen? Soll ich das Geld auf Ihr Bankkonto überweisen? يعني هل ينبغي علي هنا soll ich ينبغي علي أن أحول النقود هنا überweisen يعني تحويل على البنكونتو يعني على الحساب في البنك. Oder bei Ihnen im Geschäft bar bezahlen. Oder bei Ihnen im Geschäft bar bezahlen. أو أن أدفع يعني عندكم في المحل هنا Geschäft في المحل في المتجر أو في الشركة. bar يعني نقدا cash. يعني هل أحول النقود هنا على الكونتو؟ أم آتي إلى المحل وأدفع هنا نقدا. وثم danke im voraus. danke im voraus
يعني شكرا مسبقا. فهذه الجملة يعني جيدة، يعني أن تحفظ هذه الجملة دائما، هذه الصيغة danke im Voraus، يعني عندما نطلب شيء، عندما تكون مثلا يكون موضوع الرسالة نريد شيء من أشخاص، يعني نطلب يوجد رجاء، فثم نقول danke im Voraus يعني شكرا مسبقا. وثم mit freundlichen Grüßen، mit freundlichen Grüßen أيضا يأتي معناها مثل تحيات صادقة، وأيضا هي تكون في الجمل الرسمية، يعني دائما في الجمل الرسمية نقول mit freundlichen Grüßen، يعني أن نحفظ هذه الصيغة دائما. وثم نكتب اسم الشخص، هنا مثلا فراس، وهكذا. يعني مهم جدا دائما مراعاة جميع النقاط. فهنا لقد تحدثنا عن جميع النقاط. was kaufen CD Rechnung يعني كيف ندفع الرشنونج الفاتورة، وثم في بتسالن، ويعني توجد هنا اقتراحات، ندفع مثلا عن طريق البنك تحويلة على الحساب في البنك، أم أن نأتي إلى الشركة مثلا وندفع نقدا. الآن بمستوى A1 يعني لا يكون هناك التركيز عند تصحيح الرسائل، يعني لا يكون التركيز على القواعد أو الأخطاء الإملائية. يعني مثلا إذا كان لديكم الكثير من الأخطاء القواعدية والإملائية، ولكن يعني تحدثتم عن جميع النقاط المطلوبة، فهنا ممكن فعليا أن تأخذوا علامة كاملة. ولكن إذا كتبتم مثلا رسالة كانت يعني perfect، يعني بدون أي خطأ قواعدي أو إملائي، ولكن نسيتم مثلا نقطة واحدة، فهذا ممكن أن يتسبب بخسارة ربع أو ثلث العلامة. فلذلك دائما أن نقرأ السؤال، نفهم السؤال وثم نجيب. فطبعا هذا لا يعني بأن نكتب يعني الرسالة بطريقة خاطئة أو أن لا نركز على القواعد والإملاء، يعني فقط أنا أقول لكم المعلومات عن تصحيح الرسائل في مستوى A1. الآن نتحدث عن مستوى A1 بأن الأخطاء الإملائية والقواعدية هي ليست مهمة جدا، المهم دائما أن يكون الطالب قد فهم السؤال 100% وناقش جميع النقاط المطلوبة. هذا كان درس اليوم، إن شاء الله في الدرس القادم سوف نتدرب أيضا على نماذج أخرى. نراكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.